عايز أعرف حجم الاستثمارات الوزارة في هذه المدن، وهل أو هذه المشروعات كمان، وهل بنتكلم عن تمويل اللي هو تمويل من الدولة من الذات يعني، ولا في شراكات مع قطاع خاص؟ في حضرتك يعني لو بنتكلم غالبيه الشراكات مع القطاع الخاص بتبقى في المدن الجديده، يعني اللي هي المشروعات اللي هي السكنيه. احنا طرحنا قبل كده، احنا طرحنا مشروعات مشاركه من اول 2015. كان عندنا مرحلتين، في المرحله الاولى كانت 6 عقود الحمد لله كلها على الارض النهارده شغاله. كان عندنا مرحله ثانيه حوالي 8 عقود وقعناهم او يعني في سبيل التوقيع، فهي دي بتبقى بس في المدن الجديده. لو اتكلمنا على حجم الاستثمارات، لو المدن الجديده تتبع هيئه المجتمعات العمرانيه، هيئه المجتمعات النهارده الموازنه بتاعتها ان شاء الله احنا مستهدفين السنه دي حوالي 85 مليار جنيه. احنا كنا من 4 سنين يمكن بنتكلم في 6 7 مليار، فحضرتك تقدري تتخيلي طبعا. الحجم. وده تمويل ذاتي بالكامل، يعني هيئه المجتمعات تمويل ذاتي كلها من استثمارات الهيئه، سواء في طرح الاراضي او في المشروعات اللي هي السكنيه اللي تنشئها. لو اتكلمنا مثلا على قطاع زي الاسكان، طبعا الاسكان المليون وحده سكنيه كان التارجت الاول 150 مليار جنيه، ولكن طبعا مع حصل بعض الاصلاحات الاقتصاديه اللي حصلت بين النهارده يمكن هذا المشروع يصل ل 180 ل 200 مليار جنيه. لو جينا قطاع المرافق، انا ايوه، عشان برضه تكلم حجم حضرتك في الاستثمارات، هذا القطاع. لان قطاع المرافق زي ما قلت لحضرتك تحديات كبيره، يعني اعتقد ان احنا في ال4 سنين جايين يمكن نصل بين ال 80 و 100 مليار جنيه في هذا القطاع في المرافق، لان زي ما قلت لحضرتك التحديات فيه كبيره جدا، وان شاء الله يعني ربنا يعني. قطاع المرافق يا فندم، تمويل ذاتي ايضا. لا، قطاع المرافق من الدوله، يعني قطاع المرافق وقطاع الاسكان الاجتماعي وقطاع تطوير العشوائيات بيبقى من الدوله في صندوق خاص بتطوير التطوير الحضاري او العشوائيات يعني، وهو بيقوم بهذه المشروعات. طبعا ده برضو احد القطاعات اللي قايمه النهارده بمشروعات كبيره جدا حضرتك شفتوها، زي الاسمرات، زي تل العالم، زي النهارده بقت عندنا محافظه زي بورسعيد بقاش فيها النهارده يعني عشوائيات تقريبا تماما، يعني الحمد لله في يمكن فوق اكثر من 150 ل 180 الف وحده تحت الانشاء حاليا لمناطق العشوائيات كلها بالكامل. وزي ما حضرتك بتشوفوا دايما بيبقى في كل فتره مشروع جديد في اسكندريه، في كل حته، يعني ان احنا بنحاول كل العشوائيات اللي هي غير امنه كلها ان شاء الله خلص. بنهايه برضو يعني نص 2020 ان شاء الله تكون هذه المناطق كلها بالكامل منتهيه يعني. أعتقد إنه ده من أهم الملفات.